صناعة الإنسان، الإنسان المتواضع، الإنسان الخلوق، واحد إذا يكون تحت تربية فقيه شنو يصير؟ يصير فقيه أو يصير شبه فقيه أو يصير عشر فقيه، لذلك يقولون: ولد العالم نصف العالم. اذا واحد تحت تربية اصولي يصير اصولي او شبه اصولي او عشر اصولي. اذا واحد يكون تحت تربية اهل البيت شنو يكون؟ يعني سلمان كيف صار سلمان؟ لانه كان تحت تربية النبي صلى الله عليه واله وامير المؤمنين صلوات الله عليه. الان احنا محرومين من هذا التوفيق ولكن ان يكون الانسان تحت تربيه اهل البيت بكلماته هاي كلماتهم تحمل روحهم الكلمه تحمل روح قائلها ولذلك تشوفون أن هذه الكلمة بعد ألف عام تؤثر مفكرين أن الدعاء كميل أي طوفان خلقه في العالم إلى هذا اليوم عبر ألف عام كم بحار من الدموع جرت على أثر دعاء الكميل خلال أو أنهار من الدموع خلال هاي الألف وأربعمائة عام هذا الدعاء كوميل يحمل روح امير المؤمنين صلوات الله عليه فاذا احنا لم نقع تحت التربيه المباشره لامير المؤمنين هاي كلماته موجوده واحد يقع تحت تربيه القران لذلك شوفوا الافراد المربوطين بالقران الكريم الافراد المرتبطين بروايات اهل البيت، الافراد المربوطين بنهج البلاغه، الافراد الحافظين لنهج البلاغه، سلوكهم بالحياه بشكل اخر منهجيا، عملهم، سلوكهم، تفكيرهم، معادلاتهم تختلف، مهما كان ذلك الشخص الاخر، يعني الشخص الاخر البعيد عن هذه الاشياء له مشرب آخر منهج آخر أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما قرأ تلك الخطبة وإذا بذلك الرجل يقع ميتا هما وقع ميتا هاي كلمات تأثير كلمات الإمام خطبة المتقين الآن موجودة في نهج البلاغة واحد اللي يحفظ خطبه المتقين ما يأثر في كلام الامام اللي يحمل روح الامام ولو بمقدار، قطعا ياثر في ياثر في حياته ياثر في فكره ياثر في منهجه، يفكر في سلوكه. <applause>